قصص التاريخ المصري القديم غنية وشيقة، من العصر الفرعوني لليوناني للروماني للبطلمي القبطي وأخيرا العصر الإسلامي. مهما حكينا بتفضل كتب التاريخ مليانة بأسرار، زي مثلا قصص بيوت تراثية وأثرية لسه باقية لغاية دلوقتي في القاهرة المملوكية، بتحكي عن حواديت وقصص استثنائية لحد أو لعدد كبير من السيدات. القصص دي رصدها الباحث الأثري والكاتب سامح الزهار في آخر كتبه نصوة في المدينة، واللي هيتم طرحه في معرض الكتاب. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من الكاتب الكبير سامح الزهار اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. صباح النور يا فندم. صباح النور استاذ بسند. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير على حضرتك، بنتمنى لك مبدئيا التوفيق. وحابين تحكي لنا كده عن سيدات مصر من العصر المملوكي. العصر المملوكي واحد من أهم وأثرى وأغزر العصور التاريخية بما يسمى بالتاريخ الاجتماعي، تاريخ الناس، حكايات الناس، وده اللي أنا دايما طول الوقت بحاول أن أنا أقرب منه. دايما التاريخ، حتى التاريخ المدرسي اللي درسناه زمان، بيرتبط بتاريخ السلطة طول الوقت، السلطان والملك والقائد الكبير عملوا إيه، لكن حكايات الناس دي دائما وابدا هي الملهمه لكتابه التاريخ، وهي اللي كتب عنها اكثر المؤرخين والرحاله في مخطوطاتهم القديمه. موضوعات النساء تحديدا من الموضوعات الصعبه جدا. دي صعبه لان التاريخ الرسمي كان لا يكتب الا حكايات الرجال وقصص الرجال والقاده الكبار والعظام وغيره. فبالتالي كتابات النساء، الكتابه عن النساء قليله جدا. فحاولنا بجهد طويل استمر اكثر من 4 سنين ان احنا ننتج هذا العمل، نجمع هذه القصص والروايات والحكايات ونعيد تحقيقها وتدقيقها من جديد، فكان نسوة في المدينة. عظيم. مين أبرز السيدات؟ محتاجين أسماء، محتاجين قصص. احنا طبعا قربنا لما يسمى بقى بالقوة الناعمة هنا، قربنا للفنانات وللرسامات وللعالمات وللمطربات. كلمنا مثلا عن المطربة بياض واتفاق، شهد دار، ست أصيلة القلعية، عزيزة بنت السطوحي، كل الأسماء اللي هي مش مفروقة قوي، مش شجر الدر، ومش الأسماء المشهورة قوي جدا. لا، حاولنا ان احنا ناخد من الهوامش. اتكلمنا عن اغانيهم مثلا، عن اغاني ضيفة الحموية اللي كانت بتغنيها للنصر محمد بن قلاوون، بتقول له مثلا: ولقد نظرت بان رايتك سالما، ونظرت وجهك ان اصوم شهورا، حذرا عليك من الزمان وغدره حتى تعود مؤيدا منصورا. بتدعي له بالغنى. فطول الوقت حاولنا ان احنا نرصد هذه الحكايات، حكايات بقى فاطمه بنت الخشاب ومؤنسه البيطار من الشاعرات، قصص كتير جدا من قصص النساء وعلاقتهم يعني بابنائهم وباسرهم يعني السيدات في العصر المملوكي كانوا ينفع ان هم يطلعوا كده في ساحه ويتكلموا ويقولوا شعر او حتى يغنوا؟ ده طبعا ده كان حاصل طول الوقت. اولا في المناسبات الرسميه، الاعياد الرسميه، في الاعياد السنه الجديده بالمناسبه كان في احتفال طول الوقت بيتم بالسنه الجديده، في احتفالات النصف من شعبان على سبيل المثال. كمان ده كان بيتم بالشكل الشعبي، يعني على المستوى الرسمي هلاقيه موجود، وعلى المستوى الناس والمستوى الشعبي هلاقيه موجود. وهلاقي ان كان هذه السيدات كمان بتحظى بتقدير كبير جدا من الملوك والسلاطين، يعني كانت المرأة في العصر المملوكي ليست مجرد تابعة للرجل، ولكنها كانت بتحظى بقدر كبير، وده بيبان لنا في تفاصيل بسيطة، زي مثلا الألقاب اللي أطلقوها السلاطين والخلفاء أطلقوها على النساء، فبيقولوا مثلا على السيدات: بركة الملوك والسلاطين، فرع الشجرة الذكية، الحجاب المنيع، الستر الرفيع، بركة الملوك والسلاطين، وهكذا من أسماء رائعة ولطيفة جدا كانت من الألقاب والكنى التي أطلقها رجال المماليك على نسائهم. عظيم. ده يعتبر تقديرا لنساء. طبعا ده تقدير مهم جدا. طبعًا. طيب لو هنتكلم عن الآثار الباقية، هل في بيوت؟ هل في أسبلة؟ طبعا احنا في هذا الكتاب رصدنا، عملنا فصل كامل اسمه عمارة النساء، واتكلمنا فيه عن تفاصيل كثيرة جدا من عمارة النساء، سواء بقى عن ضريح فاطمة خاتون، جامع الست مسكة، خنقاه خواند طغاي، خنقاه خواند أم عنوك، قبة ومدرسة تتار الحجازية، جامع أم السلطان شعبان، بيت زينب خاتون، فاطمة الشقرة، زاوية فاطمة أم خواند، كل الآثار التي ارتبطت بعمارة النساء وما زالت باقية إلى النهاردة موجودة عندنا.
حاولنا ان احنا نرصدها ونتكلم عنها بالتفاصيل بقى. ودايما انا اقول ان تفاصيل عماره النساء تختلف عن تفاصيل عماره الرجال في التفاصيل، حتى يعني هو الى يومنا هذا يظل الامر كده. دايما الراجل ممكن يكون مهتم بموقع البناء اللي هيعمله، البيت اللي هيشتريه، او بقدر يعني المكان اللي موجود فيه يكون قريب من كذا او مؤمن من كذا، لكن السيدات دايما بتهتم بالتفاصيل في الزخارف او في الكتابات بكل هذه التفاصيل. فحاولنا ان احنا في هذا الفصل نعمل ده، التفاصيل الصغيره والفنيات كده بتاعتهم دايما يعني جدا جدا. ولذلك احنا كمان يعني بنخطط، وده يمكن اول مره احنا نقوله، ان شاء الله هيكون بالتزامن مع معرض الكتاب، هنعمل جولات اثريه لزياره هذه الاماكن من واقع هذا الكتاب. عظيم. احنا اتكلمنا وحكينا عن الاماكن، يلا بقى نروح نزور الاماكن ونشوفها. بالمناسبه الجولات طبعا مجانيه يعني. كويس جدا. هل في اماكن اتسمت باسامي السيدات؟ الابنيه بتاعتهم كلها متسميه باسمهم، يعني مثلا حتى الابنيه اللي بناها الرجال علشان يهدوها للنساء سموها باسمهم، زي جامع ام السلطان شعبان اللي بناه السلطان شعبان لامه خواند بركه. فهلاقي ان ده كان حاصل، ان اسماء السيدات بتطلق جامع الست مسكة، ودي مساجد. خلينا نقول حاجه، ان يمكن النهارده ده تقليد عادي، ممكن اعمل مبنى واسميه باسم سيده مفيش مشكله، شوارع باسماء سيدات مفيش مشكله. لكن مصر لما من قبل 750 800 سنه في هذا التوقيت تطلق اسماء للنساء على مساجد، ده كان يعني سبق كبير جدا. زي ايه بقى؟ ادينا مثال كده. وفي عصور مبكره جدا، زي لما اقول جامع فاطمه الشقره، زاويه فاطمه ام اخواند، جامع ام السلطان، يعني كل دي اسماء، جامع الست مسكه. يعني انا لما اطلق اسماء على مساجد، يعني على ابنيه دينيه في العصور الوسطى في القاهره، فده بيورينا حجم الانفتاح وحجم الاستناره اللي كان موجود في القاهره في هذا التوقيت. وفكره ان لا، حضور المراه قوي على عكس المتصور. ما احنا المتصور دايما ان النساء كانوا في القصور او في البيوت مقفول عليهم، والرجال لا. احنا في الكتاب بنثبت عكس ده من خلال اكثر من 30 مخطوط واكثر من 150 مصدر ومرجع علمي. عظيم. كون انك تركز على هذا الجانب، السيدات المبدعات في هذا العصر، بعيدا طبعا عن الشخصيات المعروفه والجماهيريه واللي الناس كلها عارفاها، ده حاجه مهمه جدا. لكن من وجهه نظرك ومن بحثك ودراستك، اي واحده منهم حسيت ان هي اتظلمت او التاريخ ظلمها في انه ما ذكرش اسمها كتير؟ والله انا يعني بشوف ان خواند بركه، السيده خواند بركه، السيده المملوكيه، من السيدات اللي كان مهم ان هي يعاد اعاده طرح قصتها من جديد وتحقيقها بشكل اكثر. سيده ام سلطان وتزوجت من الامير الجي اليوسفي، ولكنها كانت سيده سابقه عصرها. الست اللي راحت تحج فسموا لها السنه بعام ام السلطان. الست اللي راحت تحج على انغام العازفين والموسيقيين، ما خدتش معاها عساكر وما خدتش معاها امن وحراسه. خدت معاها عازفين يعزفوا لها من القاهرة إلى مكة. الست اللي شالت من القاهرة البخور والعطور والملابس والمأكولات والمشروبات عشان توزعها على الأصدقاء والأهالي والناس اللي بتعيش في محيط المسجد الحرام. فكانت سيدة سابقة عصرها. ست لو عمل يعني، ما اظنش ان ده مسموح ان ممكن المجتمع يتقبله النهارده، ان تقول لحد احنا هنروح وهنعزف مزيكا واحنا رايحين نحج. ما اظنش ان ده ممكن يعني يبقى مقبول قوي عند الناس، لكن في العصور الوسطى كان هذا مقبولا من هذه السيده. بل بالعكس، لما رجعت القاهره خرج اهل المحروسه عن بكره ابيها يستقبلوها، سواء على المستوى الرسمي او على المستوى الشعبي. فطبعا هي قصه مهمه جدا، وانا اظن واطالب ان مثل هذه القصص تضاف وتدرك في مناهج التربيه والتعليم، ونبعد شويه عن القصص اللي هي اللي بقت محفوظه ومقلوبه ومتعارف عليها، ونقرب اكثر من القصص المرتبطه بقوه مصر الناعمه، لان فيها قيم كمان، واحنا تاريخنا مليان كمان يا استاذ سامح. طبعا بلا شك، احنا هنا تحديدا في هذا الكتاب، وانا حبيت ان انا اطلق عليه سيره نساء المماليك، لان انا بشوف ان هي مش مجرد قصص وحكايات وروايات، هي سيره. سيرة كبيرة جدا، سيرة مجتمع بأكمله. حتى لما اتكلمت مع الأصدقاء في دار ريشة اللي هي اللي أنتجت هذا الكتاب،
وقعدت مع الناشر الكبير طبعا الشيخ حسين عثمان واتكلمنا، وهي دار مهتمه جدا بفكره السيره الذاتيه. قلت له انا عندي حاجه مش عن سيره ذات، مش عن شخص واحد، انا عندي سيره عن مجتمع باكمله. فتحمس جدا لهذا الامر وخرج هذا الكتاب يعني في وقت قصير جدا بتدقيق وبمراجعه وباهتمام كبير جدا الحقيقه. أستاذ سامح الزهار الباحث في الآثار المصرية وصاحب كتاب نصوة في المدينة، بنتمنى لك كل التوفيق، وبنتمنى ان احنا فعلا زي ما حضرتك قلت نشوف يمكن الـ مش بس المناهج، كمان نشوف يمكن اعمال تاريخية، بما اننا كنا بنتكلم عن الاعمال الدرامية في رمضان، يمكن نشوف اعمال تاريخية اكتر في العصور المملوكية يمكن وغيره وغيره، ونقدر نعلم ده لاولادنا ونعلمهم قيمة المرأة المصرية على مر العصور كانت عاملة ازاي، وازاي كان ليها كانت قيمة أقامة، كان ليها دور كبير قوي في هذه العصور.